الساعة الأخيرة من العربي في لندن، معكم فيها أنا أمل عراب. قوة التحالف بقيادة السعودية والإمارات تكثف غاراتها على الحديدة ومينائها ردا على استهداف الحوثيين مطار أبو ظبي وناقلتي نفط سعوديتين. فما الرسائل خلف هذا التصعيد العسكري؟ رئيس النظام السوري بشار الأسد يقول إن الأولوية الآن هي لاستعادة إدلب والمعارضة تستبعد حدوث المعركة في المحافظة الشمالية. الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح بوابات المسجد الأقصى بعد اقتحامه واعتقال مصلين داخله. ونختم من بريطانيا، حيث المفوض الأوروبي ميشيل بارنييه يرفض التسمية الجمركية في خطة ماي للبريكزيت، و42% من البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء ثان حول نتيجة المفاوضات النهائية. كونوا معنا. كثفت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات غاراتها على مدينة الحديدة ومينائها في أعنف تصعيد عسكري منذ بدء الحرب في الساحل الغربي. يأتي التصعيد العسكري قبل يوم من إعلان الحوثيين استهداف مطار أبو ظبي بطائرة بدون طيار، وقبل يومين من استهداف ناقلتي نفط سعوديتين. من جانب آخر، كثف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث مشاوراته مع الأطراف المتصارعة لدفعها إلى طاولة مفاوضات السلام. لم تتوقف غارات طيران التحالف على مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية. التحليق في سماء المدينة لم يتوقف. الغارات وصفت بأنها الأعنف منذ اندلاع المعارك في محافظة الحديدة. تركزت باتجاه شرق وشمال المطار والأمن المركزي وإدارة المرور وسط المدينة ومواقع متفرقة في مديريات زبيد والزيدية والدريهمي. مراقبون يفسرون بأن هذه الغارات المكثفة جاءت ردا على قصف الحوثيين لبارجتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب واستهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة. بالتأكيد كلما يعلن القوات اليمنية عن تحقيق أي انتصار، كان آخرها ما حدث في أبو ظبي من استهداف مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة من نوع صمات 3، يكون هناك بالمقابل تصعيد من طيران التحالف على قصف المنشآت وقصف ما حدث في الحديدة خلال 24 ساعة من تكثيف لهذه الغارات، سقط على إثرها العديد من الجرحى والقتلى. معارك الساحل الغربي بين الحوثيين وقوات هادي أخذت منحا آخر، منحا بعيدا عن الحسابات العسكرية لكلا الطرفين. أما النتيجة بحسب ما يراه خبراء عسكريون فستكون حرب استنزاف طويلة الأمد، لن يوقفها سوى حل سياسي يتفق عليه الطرفان. المعارك تسببت في نزوح عشرات الآلاف من سكان الحديدة، ولا زال مسلسل النزوح في هذه المدينة الفقيرة مستمرا طالما تواصلت المعارك والغارات الجوية. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. معنا من برلين علي العبسي الباحث في الشأن اليمني، وينضم إلينا من اسطنبول حاتم كريم الفلاحي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية. معك سأبدأ أستاذ كريم الفلاحي من اسطنبول، كيف تفسر لنا عسكريا قيام قوات التحالف بهذا الكم غير المسبوق من الهجمات على ميناء الحديدة في هذه المرحلة؟ مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء النور. أنا أعتقد بأنه دخل الصراع في اليمن إلى نقلة نوعية قامت بها الحوثي من خلال استهداف ناقلات النفط أو من خلال استهداف مطار أبو ظبي. أنا أعتقد بأنها في هذه العمليات رسائل متعددة أوصلتها الحوثي
سواء إلى الأطراف الدولية أو سواء إلى التحالف العربي بأنكم غير قادرين على حسم الصراع في اليمن، وهذه 4 سنوات من الصراع ولا زلنا نستطيع أن نستهدف أهداف غير الأهداف التي تم استهدافها في الفترة الماضية. في العام الماضي كان هناك استهداف بارجة إماراتية، وكان هناك استهداف أيضا لسفينة سعودية الدمام، واليوم استهداف لناقلات النفط السعودية. هذه نقلة كبيرة جدا في الصراع أدت إلى قيام التحالف الدولي برد فعل كبير جدا اليوم على الحديدة باستهداف وبغارات غير مسبوقة طوال الفترة الماضية. أنا أعتقد بأن هذا التصعيد هو تصعيد من قبل الطرفين، الكل الآن من الأطراف يحاول أن يثبت بأنه لا زالت لديه أوراق يستطيع أن يستخدمها في الصراع في اليمن، وبالتالي يجب الجلوس إلى طاولة حوار لغرض الاتفاق على حل سياسي، لأن تكلفة الصراع في اليمن أصبحت بالحديث عن الحل السياسي بما أنك فتحت لنا تكلفة مالية وتكلفة سياسية. باب الحديث عن التكلفة السياسية والباب السياسي، أستاذ العبسي من برلين، يعني بينما يسعى جريفيث لإيجاد حل سياسي ويغادر صنعاء متكتما على ما جرى هناك للإعلاميين، كيف تفسر عودة الأمور العسكرية في الحديدة إلى هذا القدر من الهجوم والغارات من التحالف دون أن نعزلها عن تطورات اليومين الماضيين؟ طبعا هي بالنتيجة تبدو أن المباحثات السياسية قد فشلت، يعني وهذا كان أمر متوقع، يعني منذ يومين عند الحكومة اليمنية كانت واضحة جدا في ردها الذي سلمه رئيس الوزراء إلى المندوب الأممي، وكانت واضحة جدا في طلباتها وتحديد طريقة الحل، وكانت يعني مثل ما يقول متمسكة بقرار مجلس الأمن 2216 وبمخرجات الحوار الوطني وبمبادرة خليجية، وهي ما يرفض الحوثيون جملة وتفصيلا. الحوثيون لا يعترفون حتى من حكومة الرئيس هادي، ولا يقبلون بها، ولا يقبلون حتى تفاوض معها على أساس حكومة شرعية، وبالنتيجة الحل السياسي فشل. التصعيد العسكري الذي شاهدناه في الفترة الماضية أيضا إلى جانب دلالاته المحلية ودلالات أنه الصدام والصراع ومعركة الحديدة قادمة، لا خيار آخر أمامنا غير أننا سنشهد معركة حامية الوطيف الحديدة، ايضا الى جانب ذلك انه البعد الاقليمي اصبح اكثر وضوحا في المعركه في الازمه اليمنيه. علينا ان ندرك اولا ان مساله قدره الحوثيين على الوصول الى مطار ابو ظبي، هذا اذا تم فعلا، يعني فان ذلك يتطلب قدرات تكنولوجيه لا اعتقد ابدا ان الحوثيين يمتلكونها. هذه مسافه تمتد 1500 كيلومتر ذهابا وعوده ايضا 1500 كيلومتر، يعني 3000 كيلومتر طائرة مسيرة بدون طيار تذهب وتقصف وتعود سالمة إلى اليمن. هذه أعتقد قدرات لا تمتلكها إلا دول قليلة في العالم، يعني ولا أعتقد أن الحوثيين يمتلكونها، وبالنتيجة يكون ذلك دلالة على أن إيران هي من نفذت ذلك، وأن إيران أيضا هي من استهدفت ناقلات النفط السعودية على ضوء الأزمة الأخيرة ومحاولة منع إيران من تصدير نفطها. إيران تقول الآن وترسل رسالة عن طريق الحوثيين، نحن موجودون، نحن لا نستطيع ليس فقط إغلاق مضيق هرمز، ولكن طيب. أيضا نستطيع إغلاق مضيق باب المندب. طيب أستاذ العبسي، يعني أنت تؤكد على سؤال طرح منذ أن بدأت الهجمات الحوثية عن حقيقة مقدرة الحوثيين اليوم على الوصول إلى مراكز أعدائهم ليس داخل اليمن وإنما خارجه، وبالتالي أستاذ الفلاحي، يعني هل نقول بأن جماعة الحوثي كشفت بنك أهدافها واستخدمت كل أوراقها، استهدفت السعودية وهي الآن تستهدف أبو ظبي، أم أن لديها المزيد في هذه المواجهة؟ نعم، بداية دعيني أعرج أقول من أوقف معركة الحديدة في الفترة السابقة بعد أن تم الاستيلاء على المطار؟ كانت هناك إرادة دولية على وقف معركة الحديدة وإعطاء الحل السياسي الوقت الكامل لكي يستوفى من قبل جميع الأطراف لإيجاد حل سياسي ما بين الأطراف المتنازعة في اليمن، وبالتالي فرض هذا الحل على الجميع، وما كان للتحالف العربي إلا أن يصغي للإملاءات الدولية في هذا الشأن. اليوم وما يجري في من تصعيد من قبل جميع الأطراف هو أنه هذه المساعي للحل السياسي لم تستطع أن تجد، نستطيع أن نقول، بصيص أمل في النفق من إيجاد حل سياسي في اليمن، وبالتالي هذا التصعيد من قبل جميع الأطراف لكي تقول بأني لازلت أستطيع أن ألعب بأوراق أخرى. أما قدرة الحوثي فأنا أعتقد بأن الحوثي عندما استهدف ناقلات النفط اليوم والاستهداف في العام الماضي والذي قبله لكثير من البارجات التي كانت متواجدة في البحر،
هو دلالة واضحة على أنه لا زال يملك بعض الأوراق التي لم يستخدمها لحد هذه اللحظة. أما مسألة المطار فأنا أعتقد إذا صحت هذه الأنباء باستخدامها إذن الحوثي يستطيع الوصول إلى أبو ظبي، وبالتالي هناك تهديد كبير جدا. أنا أعتقد بأن هذه الحرب أصبحت لها تكلفة مالية كبيرة جدا. السعودية أنفقت على التسليح العسكري في الفترة السابقة ما يقارب 64 مليار دولار. الإمارات تعتبر الدولة العاشرة الآن حسب المراصد الأمريكية في التسليح في العام الماضي، وبالتالي 4 سنوات من الصراع ولم تستطع هذه الدول أن تحسم النزاع في اليمن. إذن التكلفة كبيرة جدا إذا ما أرادت أن تستمر هذه الدولتين في الحرب وفي دعم الشرعية، وستكون التكلفة الإنسانية كبيرة جدا. سنتحدث عن زاوية الملف الإنساني نحو أستاذ الفلاحي، لكنك سياسي. تفضلت بذكر الدول المتشابكة هناك في اليمن، لا نتحدث فقط عن الدول الإقليمية التي تلعب دورا هناك. أستاذ علي العبسي، نستذكر أن واشنطن كانت وجهت تحذيرات للإمارات وقد بدت الأخيرة منزعجة منها، هل يعني أن التسارع في الهجوم اليوم هو صافرة البداية، أو أن إذنا دوليا بحسم عسكري مهما كلف الأمر يبدأ في الحديدة؟ أنا أعتقد أن دول التحالف العربي تبحث عن هذا الإذن وتسعى إليه، وأكثر دلالة على ذلك هو إعلان المملكة العربية السعودية إيقاف نقل النفط عن طريق المضيق والمندب. منذ متى كانت المملكة العربية السعودية بهذه الشفافية؟ منذ متى كانت المملكة العربية السعودية تعلن مثل هذه الإعلانات؟ بالنتيجة الرئيسية الهدف من ذلك هو أيضا أنه تحذير المجتمع الدولي وتحذير الولايات المتحدة الأمريكية أن إمدادات النفط ستكون في خطر، وهذا ضمنيا اعتراف من السعودية بالفشل عسكري في حماية المضيق باب المندب، وبالتالي هي تحاول أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه عملية تحرير مدينة الحديدة وانتزاعها من الحوثيين أمر لا مفر منه لتأمين إمدادة النفط. هناك معارضة دولية ومعارضة أمريكية بالذات لمسألة استعادة ميناء الحديدة، ولكنها ليست لأسباب إنسانية، هناك أسباب سياسية للولايات المتحدة الأمريكية تسعى من خلالها على الحفاظ على الحوثي كقوة مؤثرة في الساحة اليمنية، ليس الحفاظ عليهم لماذا قد تستفيد واشنطن ومن معها بغض النظر عن مصالحها الكبرى في تلك المنطقة؟ لماذا قد تريد إطالة أمد الحرب هناك؟ هناك أسباب عديدة. أولا السياسة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة العربية قائمة على حماية الأقليات، قائمة على فرض الأقليات في كل الدول العربية، وبالتالي التدخل بذريعة حماية هذه الأقليات والتحالف مع هذه الأقليات لإدارة والتحكم في الدول العربية. والحوثيون هم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أقلية، وقد اعترف بذلك أو قد صرح بذلك وزير الخارجية الأمريكي السابق كيري، الذي اعتبر الحوثيين أقلية وبالتالي منحهم حقوق الأقليات ضمن الدول رغم أنهم ليسوا كذلك. هذه من زاوية. من زاوية أخرى، استمرار الحرب أيضا هو له عائد مادي مجزي بالنسبة للصناعة العسكرية الأمريكية. السعودية واحدة من أكبر الزبائن للصناعة العسكرية الأمريكية، الإمارات أيضا. تخيلي فقط أن المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية ضاعفت طلبات سلاحها من ألمانيا 3 مرات، رغم أن ألمانيا ليست من المزودين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية. فإذا كم هو حجم المبيعات الأمريكية للسعودية خلال الفترة الماضية؟ هناك مصلحة اقتصادية وهناك مصلحة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية في إطالة أمد الحرب. طيب، عن مآلات المعركة عسكريا أستاذ الفلاحي، كيف يمكن أن تكون خيارات الحوثيين العسكرية عهدناهم في حرب للعصابات أو في الاستهداف خارج اليمن اليوم بعد هذا القصف الكثيف، كيف سيتصرفون عسكريا برأيك؟ نعم، بداية أقول بأنه ما جرى من تصعيد أعتقد بأنه دعوة للتدخل الأجنبي من جميع الأطراف من حيث يعلمون أو لا يعلمون بأنه حماء الملاحة الدولية أصبحت الآن مهددة، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة جدا لتدخل أجنبي في هذه المنطقة المهمة. يعني وقد تحت يكون أي بند يمكن أن يكون تدخل الأجنبي في اليمن؟ تعلم أن هذه الجملة حساسة جدا بالنسبة لليمنيين، ربما القاعدة تغذت عليها في فترة من الفترات ويعني استطاعت تجميع عدد كبير من المدنيين كظهر لها بعنوان التدخل الأمريكي أو الاحتلال الأمريكي.
لا أنا لا أقصد التدخل الأمريكي داخل اليمن، أنا أقصد بأنه التدخل الأجنبي لحماية الملاحة الدولية. هناك تصريح لوزير الخارجية الأمريكي يقول بأنه هذه المنطقة ستكون أمريكا ملتزمة بحماية خطوط إمداد النفط في هذه المنطقة المهمة، وستكون هناك تأمين لخطوط الملاحة الدولية، وبالتالي لا يمكن تأمينها إن لم يكن هناك تدخل عسكري مباشر في هذه المنطقة، وبالتالي هي دعوة للتدخل الأجنبي في منطقة باب المندب. إضافة إلى هذا بأن خيارات الحوثي، أعود إلى السؤال، بأنه الحوثي ليست لديه الآن خيارات كثيرة. إذا ما فرضت عليه معركة الحديدة فأعتقد بأن التحصينات التي تظهرها كثير من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بحفر الخنادق وزرع الألغام وما إلى ذلك، هو يحاول جر قطاعات التحالف العربي إلى معركة تسمى القتال في المناطق المبنية أو حرب الشوارع، وبالتالي هو يجيد مثل هذه الحروب طوال الفترة الماضية، سواء بالحروب التي امتدت مع الدولة اليمنية السابقة أو سواء الآن. لذلك هو يحاول أن يجر التحالف العربي وقوات الشرعية إلى حرب مدن داخل وحرب شوارع، لأنه يجيد مثل هذه القتالات، أو أنه قد تكون هناك مساعي سياسية لاحتواء الأزمة أو إيجاد حل سياسي خلال الفترة السابقة. ماذا عن الفاتورة الإنسانية أستاذ علي العبسي لكل ما يجري؟ من سيلتفت لهذا الملف باختصار؟ لا أحد، دعونا نعترف بذلك. الحرب المأساة الإنسانية مستمرة من أكثر 3 سنوات، من التفت لها؟ لا أحد، لا دول التحالف العربي مهتمة ولا المجتمع الدولي مهتم. الشعب اليمني يعاني فقط، ومعاناته معروفة للجميع، ليست خافية على أحد. كل المنظمات الأمم المتحدة تصرح بأن هناك أزمة إنسانية غير مسبوقة حاصلة في اليمن، ونرى ذلك على أرض الواقع. هناك مجاعة، هناك أكثر من 80% من سكان اليمن بحاجة إلى معونات غذائية، هناك حوالي 7 ملايين طفل مهددون بالمجاعة. كل ذلك لم يثر المجتمع الدولي، ولم يثر ضميرهم، ولم يثر اهتمامهم. مشكلتنا نحن في اليمن بلد فقير، بلد لا يوجد فيه نفط، فإذا ليست مهمة للمصالح الغربية بشكل عام ولا المصالح الأمريكية. شكرا جزيلا لك من برلين علي العبسي الباحث في الشأن اليمني، وشكرا لضيفنا من اسطنبول حاتم كريم الفلاحي الخبير في الشؤون العسكرية. قال رئيس النظام السوري بشار الأسد في تصريحات لوسائل إعلام روسية إن أولويته حاليا هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا. من جانبه استبعد رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة نصر الحريري حصول معركة في إدلب، قائلا إنها لن تكون سهلة للنظام. وقال الحريري إنه يعول على ضمانات تركية لمنع حدوث المعركة في إدلب. رفع النظام السوري علمه في القنيطرة أنهى هنا معركة جديدة بعد درعا وريف دمشق، أعاد سيطرته وسط صمت دولي ودعم روسي. وبعد الأنظار إلى إدلب، هكذا حدد رئيس النظام السوري بشار الأسد المعركة المقبلة، توعد وهدد أمام وسائل إعلام روسية. قبل أيام نقل من تبقى من مقاتلين في الجنوب إلى إدلب أيضا. باتت إدلب تضم مختلف أطياف المعارضة العسكرية، وباتت تجمعا يفرض معركة طاحنة إن وقعت. ليس وحدها قوة المعارضة ما تفرض حدة المعركة، ثمة العامل التركي الحاضر وبقوة بانتظار مباحثاته مع روسيا. وفق ذلك كله جاء موقف رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري الذي استبعد فيه بدء عملية عسكرية على إدلب، معتبرا أنها لن تكون سهلة. الكلفة هذه دفعها الشعب السوري مرارا. الخوذ البيض الذين هددهم الأسد أيضا بالتصفية ينتظرون مصيرهم هنا، وهؤلاء اللاجئين الذين لاحقهم النظام هربوا بالآلاف إلى إدلب، باتوا سنوات في العراء، فباتت الحروب والتهجير خبزهم اليومي، ينتظرون أيضا. من اسطنبول معنا يوسف كاتب أوغلو الباحث السياسي. أستاذ يوسف أهلا وسهلا بك معنا. برأيك لماذا يتحدث رئيس النظام السوري بشار الأسد عن معركة إدلب الآن ولوسائل إعلام روسية؟ مساء الخير، تحياتي لك للسادة المشاهدين. يعني طبعا هذا النظام القاتل الذي قتل أكثر من 1 مليون من شعبه وهجر 11 مليون يريد أن يتباهى، ومن الآن يعني يريد أن
يعني يتكلم عن نصر مبكر ربما لاستعادة جميع المناطق التي كانت تحت سيطرته، وبالتالي ما بقي هو الآن في إدلب. إدلب هي الآن تجمع فيها كل من تم ترحيله من جميع المناطق، وهي أصبحت الآن كقنبلة موقوتة وعلى صفيح ساخن، وهنالك أكثر من 3.5 مليون إنسان موجود في إدلب. يعني هو يتكلم على فرضيات أنها كأنها مدينة إرهابية، ولكن هنالك السكان المدنيين وكل من عارض هذا النظام القاتل موجود الآن في إدلب، وبالتالي أتوقع أنه يريد أن يكسب سبقا إعلاميا أو صحفيا بغض النظر عما يجري على الأرض الواقع، والذي هو عبارة عن اتفاقات تمت بين الدول الضامنة على أن إدلب منطقة هي ضمن مناطق خفض التصعيد، وتركيا تحديدا لن تسمح بتكرار السيناريو الذي مورس في القنيطرة وحمص والجنوب في درعا، وبالتالي إذا ما تم محاولة الهجوم على إدلب سيكون هنالك أمر غير محمود، وتركيا كما صرح أن ما تخلو اسم الخارجية التركية. الدور التركي كما تفضلت، الوضع ربما في إدلب لا يشبه الوضع في غيره. اسمح لي أن ينضم أيضا لهذا الحديث معنا من اسطنبول أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد رمضان. إلى الساعة الأخيرة، المعارضة تستبعد حدوث معركة إدلب، لماذا؟ مساء الخير سيدتي لك ولضيفك الدكتور يوسف والسادة المشاهدين. لا شك أن ورقة إدلب تستخدم الآن من عدة أطراف للضغط السياسي في ظروف لا شك أنها معقدة وبالغة التعقيد في سوريا. علينا أن نلاحظ الآن أن الجانب الإيراني لا يريد أن يخسر ورقة الشمال السوري تماما، لأنه مع خسارته الورقة الجنوبية والآن الورقة الشمالية سوف يصبح محاصرا في منطقة الوسط. وأيضا روسيا تريد أن تستخدم ورقة إدلب وتهدد بها باستمرار في وجه تركيا، مخافة أن تتحول تركيا إلى نوع من التوافق مع الولايات المتحدة نتيجة المفاوضات المستمرة بين الطرفين لحل الإشكاليات المعقدة. وأيضا هناك من يريد أن يستخدم هذه الورقة باستمرار للضغط على المعارضة السورية فيما تبقى لها الآن في إدلب وفي الشمال السوري بشكل عام. وبالتالي نحن في صراع لم ينتهي، ما زال يتدحرج على المستوى الميداني، وما زالت أبعاده السياسية ضبابية وغير واضحة كما لاحظنا في حديث السيد ديمستورا وإحاطته أمام مجلس الأمن. وأيضا أطراف الصراع ما زالوا يتأهبون لكل الاحتمالات. أمام هذه الوضعية لا يمكن أن نتوقع أن ورقة إدلب تنتهي بهذا الشكل أو تتخلى عنها كافة الأطراف، لكن من الناحية الواقعية التصعيد العسكري ربما مستبعد. لا يملك النظام ولا الجانب أيضا الروسي والإيراني إمكانية للتصعيد في هذا الجانب، لأن هناك 4 ملايين نسبة الآن منسمة موجودون في هذه المنطقة، وفتح باب التهجير في هذه المنطقة نحو تركيا أو نحو أوروبا يشكل خطورة على الجميع. طيب سيد يوسف كاتب أوغلو، يتكئون على دور تركيا، لكن ما هي الأوراق التي تمتلكها أنقرة فعلا، سواء إن تفاهمت مع روسيا أو إيران الأطراف أو طرفين الضامنين الآخرين لتفاهمات إدلب، أم مع طرف آخر لمنع حدوث معركة في إدلب قد تكون نتائجها وخيمة كما يذهب كثيرون؟ بداية يجب أن لا ننسى بأن تركيا هي الدولة الوحيدة من جميع الدول الآن التي تشكل لاعب سياسي في الساحة السورية، لها حدود مشتركة مع الشمال السوري وحدود مشتركة تحديدا مع إدلب. يعني لا إيران ولا روسيا ولا أمريكا لها هذه الحدود المشتركة، وبالتالي قضية الأمن القومي التركي هو أولوية قصوى بالنسبة لتركيا، وهذا يشكل أهمية كبيرة لهذا الموضوع، موضوع إدلب بالنسبة إلى تركيا. هذا واحد. ثانيا لا يجب أن لا ننسى بأن إدلب تم إضافتها إلى مناطق خفض التصعيد، وهي المنطقة الرابعة بناء على طلب من تركيا، وبالتالي تركيا معنية بما يحدث الآن في إدلب، خصوصا إذا ما علمنا أن هنالك تواجد أيضا لمؤسسات تركية طبية إغاثية موجودة متمثلة في كل من التيكا ومتكوث آفاد والهلال الأحمر التركي كزلاي، وأيضا نقاط مراقبة أمنية تركية. إذن تركيا تعتمد اعتماد أساسي على التفاهمات التي وقعت في الاتفاقات بين كل من تركيا وروسيا وإيران،
وفي حال وكان هذا طبعا هذه اتفاقات ملزمة، أما إذا ما النظام قام بهذا العمل الغير مسؤول في استمرار الهمجية في القصف لإدلب أو أي عملية عسكرية، صرح رجب طيب أردوغان في 14 تموز من هذا الشهر بأن هذا سينسف كل ما تم التوافق عليه في أستانا وسيصيب جوهر المباحثات في مقتل، وبالتالي على روسيا أن تعي ذلك تماما كونها ضامن عن هذا النظام كما كانت تركيا وما تزال ضامن عن المعارضة في هذه المنطقة، وبالتالي تركيا أنا أتوقع بأن روسيا لن تفرط بالعلاقة مع تركيا، تركيا بالنسبة لها هي مكسب حقيقي وتريد أن يكون هناك تنسيق أعلى لكي تقطع خط العودة التحالفي مع أمريكا، واحد ثانيا لاستمرار التقارب في جميع المجالات الأخرى الاقتصادية وغيرها بينها وبين بين روسيا وبين تركيا. أما الأوراق الضغط الأخرى، تركيا معنية بما يحصل حيث أنها بوابة أوروبا، يعني إذا كان ما حصل أن هنالك قصف لهذه المدينة لا سمح الله فأزمة المهاجرين وأزمة اللاجئين هذه ستغزو كل أوروبا، وهذا لن ترضى عنه لا أوروبا ولا أي دولة أخرى، وبالتالي الكل يعلم أن إدلب قنبلة موقوتة، وعلى الجميع أن يدعم الحل السياسي ويدعم تركيا في هذا الموضوع، وروسيا أتوقع أنها تريد أن تتفهم هذا الموضوع مع تركيا، إذن مفتاح الحل هي كل من تركيا وروسيا، وهذا يفسر لماذا خاطب أردوغان بوتين في هذا الموضوع، وأتوقع أن مباحثات أستانا في نهاية هذا الشهر ستعطي نتائج ربما سياسية إيجابية في منع النظام أن يقوم بأي عمل عسكري. أستاذ رمضان، النظام خاطب وسائل الإعلام الروسية ودعا إلى بدء عملية إدلب، لكن هل تعتقد أنه قادر على تجاوز روسيا في بدء هذه المعركة وأن يكون جديا وجريئا على بدئها؟ بكل تأكيد ليس واردا ذلك ولا يستطيع النظام، ونعلم جيدا الآن أن النظام ليست لديه لا القوة العسكرية التي يستطيع من خلالها خوض معركة برية، وليست لديه القدرة على توفير الغطاء الجوي، وقد تم ربط جميع الدفاعات الجوية وحركة الطيران العسكرية في سوريا بقاعدة حميميم، وبالتالي الروس يتحكمون بهذه العملية بنسبة 100%، وبالتالي ليست لدى النظام القدرة على خرق أي توجه الآن يقرره الروس، ومن هنا تنبع مسؤولية الروس اتجاه أي عمل عسكري ينشأ على الأرض من ناحية، وأيضا مسؤولية الروس في استخدام هذه الورقة كأحد أشكال الضغط سواء على تركيا أو على المعارضة، لكن أو يعني على هل تضمنون أستاذ رمضان بأن الأطراف الغربية روسيا ستحافظ على تفاهماتها مع تركيا وإيران بشأن إدلب؟ أيضا بكل تأكيد أقول كلا، لا يمكن الاعتماد على روسيا من ناحية الضمانات أو توفر المصداقية اللازمة، الجانب الروسي عرف عنه خرق دائما الالتزامات التي يضعها من ناحية، وعرف عنه أنه يوفر الغطاء الكامل للجرائم التي ترتكب سواء من قبل النظام أو الميليشيا الإيرانية، وبالتالي ليس من الضامنين الذين يمكن الوثوق بهم، لكنه أيضا يستخدم الآن الورقة السورية بشكل عام ضمن عملية المقايضات التي يقوم بها وإبرام الصفقات مع الجانب الأمريكي، سوريا باتت ورقة وباتت رهينة أيضا بيد روسيا وبيد الأطراف التي تستخدم هذه الورقة الآن لعملية المقايضات، لذلك روسيا تتطلع الآن إلى إبرام صفقة مع الولايات المتحدة يمكن أن تكون سوريا جزءا منها، ليس واضحا فيما إذا كان لقاء هلسنكي الأخير الذي عقد مع ترامب يمكن أن يستمر كنتائج أو يمكن أن يؤتي ثماره في ضوء المعارضة التي يمكن أن يلقاها في الداخل الأمريكي. هو ما ننتظر تكشفه في الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لكما من إسطنبول، أحمد رمضان عضو الهيئة السياسية ورئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، وشكرا لك من إسطنبول يوسف كاتب أوغلو الباحث السياسي. أعادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتح بوابات المسجد الأقصى بعد غلقها إثر اعتداءات قوات الاحتلال على شبان ومصلين فلسطينيين،
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة وألقت القنابل الصوتية بكثافة تجاه المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة. في مشهد همجي وقمعي وفي الذكرى الأولى لانتصار المقدسيين في معركة البوابات، شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين بقنابل الصوت والهروات. ومع بدء عملية الاقتحام اشتبك المصلون مع شرطة الاحتلال بساحات المسجد في الوقت الذي حاصرت فيه قوات الشرطة المصلين في المسجد القبلي المكشوف، كما اعتلت قوات الاحتلال الخاصة سطح المسجد وحاصرت المصلين واعتدت عليهم في المسجد عقب اقتحامه ثم أغلقته مستخدمة القضبان الحديدية مرددين شعار بالروح بالدم نفديك يا أقصى. تجمع مئات الفلسطينيين قبالة باب المغاربة احتجاجا على الاقتحامات المستمرة لجماعات المستوطنين والتي شهدت تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة. وردا على الانتهاكات الإسرائيلية دعت المرجعيات الدينية والوطنية الفلسطينية إلى إقامة صلاة العصر في ساحة باب الأسباط التي توجد فيه أعداد كبيرة من جنود الاحتلال. من جانبها سارعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى إدانة اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتبرة ذلك بمثابة إرهاب دولة منظم وخطير. ونتيجة تصدي المصلين البطولي أخرجت شرطة الاحتلال عناصرها من باحات المسجد الأقصى في مشهد يظهر صمود وتشبث الفلسطينيين بمقدساتهم، وفي الوقت نفسه يعري الاحتلال ويكشف طبيعته الهمجية. من القدس معنا دكتور ناجح بكيرات رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث. دكتور ناجح أهلا وسهلا بك معنا إلى الساعة الأخيرة. مرة أخرى يجرؤ الاحتلال على اقتحام الأقصى ويكرر انتهاكاته، كيف تفسر لنا هذا المنح التصاعدي والمكرر لانتهاكات الاحتلال؟ بداية مساء الخير لك ولجميع مشاهدينا عبر قناتكم المباركة، وأود القول بأن ما يجري في مدينة القدس هو صراع مستمر، هو صراع على الأرض، هو صراع على الهوية، هو صراع على العقيدة. وبالتالي أنا يمكن أن ألخص ما يجري وما جرى اليوم في ثلاث مسارات. المسار الأول محاولة من الاحتلال لرد الاعتبار، وهو يدرك أن في مثل هذا اليوم انتصر المقدسيون على الاحتلال وانتصروا على أدواته وانتصروا على قراراته وانتصروا على جيشه بصدورهم العارية بثباتهم. وبالتالي حينما يدخل رئيس ويقتحم رئيس بلدية الاحتلال نير بركات ومعه الجنود حوالي 100 جندي يقتحمون المسجد الأقصى ويصلون إلى المصلى القبلي، كأنها محاولة لرد الاعتبار لهذه الهزيمة، كأنه يقول أنتم دخلتم في مثل هذا الوقت رغم أنفنا ونحن اليوم نغلق المسجد وندخله رغم أنوفكم. إذن هذا الصراع تصوري أنه صراع نفسي وصراع لحظي ومحاولة لرد الاعتبار، هذه جزء من الصراع. الأهم من ذلك أن هناك صراع في معظم يعني إسرائيل تشن هجمة على القدس والمسجد الأقصى في عدة نواحي وعدة حروب. حرب الاقتحامات ما زالت مستمرة من نصف قرن وتزداد، حرب الحفريات وما زالت وما نتج عنها من سقوط الحجر في الآونة الأخيرة، الحرب على كل سنتيمتر، الحرب على الهوية، والحرب على التعليم، دكتور ناجح، لكن التعليم كل هذا نعم عفوا على المقاطعة، ولكن هل كان الاحتلال الإسرائيلي ليتجرأ على تكرار هذه الانتهاكات وتصعيدها لولا تلك الحالة من الارتهان العربي، من الحديث عن التطبيع، من التهليل له واستقبال ممثليه؟ قطعا لا، قطعا هناك عوامل كثيرة شجعت الاحتلال على أن يفعل هذه الفعلة. من ضمن هذه العوامل الترهل العربي، الوضع الإقليمي،
الذي نشهده، الصمت الإسلامي، كل هذا الكلام، الخلافات العربية العربية، الواقع الموجود واقع مترهل وواقع يعني لا يبشر بخير. ولكن هناك أيضا عامل خطير عدا عن العامل العربي المترهل والعامل الإسلامي الصامت والعامل الإقليمي والعامل حتى الفلسطيني الداخلي، هناك عامل خطير جدا وهو العامل الدولي، صدور قرار ترامب ووعد ترامب الكاذب ونقل السفارة والهجمة الإسرائيلية بعد أحداث الشهر السابع من السنة الماضية. كل هذه القضايا جعلت الاحتلال يسير في مساحات، هذه المساحات يمكن له أن يؤثر فيها على أرض الواقع، بحيث أنه خلق مساحة جديدة من الاعتداءات وخلق مساحة جديدة من فرض واقع جديد. هناك أدوات أيضا استعملها، أيضا هناك أدوات استعملها الاحتلال واستخدمها أيضا للإمعان في مثل هذه القضايا، استخدم أذرع البلدية، استخدم أذرع القوانين، صدرت 13 قانونا خلال العام الماضي إلى الآن، 13 قانونا تعطي الاحتلال مساحة في القمع والقتل والإرهاب والصلاة في المسجد الأقصى والصلاة على بوابات المسجد الأقصى، تعطي الاحتلال الضوء الأخضر إلى أن تفعل ما لم تفعله خلال نصف قرن. طيب اليوم هناك وصاية أردنية على المقدسات في فلسطين دكتور ناجح، هناك مجموعة من القوانين والشرائع الأممية الموجودة التي تمنع الاحتلال من ممارسة هذه الانتهاكات، لماذا لم يلجم كل هذا الاحتلال الإسرائيلي؟ يعني دعيني أنا أذكر، قبل حوالي فقط 3 أيام كنا في اجتماع وزاري وترأس وزير الأوقاف، معالي وزير الأوقاف ترأس خلية إدارة أزمة على ضوء ما جرى من سقوط الحجر وعلى ضوء الاقتحامات وعلى ضوء ما يجري من انتهاكات للمقابر وانتهاكات لمحيط المسجد الأقصى وتعطيل المشاريع. دعيني أؤكد أن العمل قائم وبشكل واضح وكبير جدا، ولكن الاحتلال يستفيد من الزمن، يحاول الاحتلال أن يدير ظهره إلى كل القرارات الدولية. تصوري أن إسرائيل اليوم تمنع أكبر مؤسسة عالمية مثل اليونسكو من أن تدخل إلى القدس. تصوري بأن إسرائيل التي أدينت بأكثر من 54 قرار صدرت بحق إدانة بحق دولة الاحتلال من انتهاكات في باب المغاربة وغير باب المغاربة، وانتهاكات في الحفريات وانتهاكات في الاقتحامات وما فعلته، ورغم ذلك إسرائيل تدير ظهرها، لأن إسرائيل تستعمل 3 عناصر. أولا تستعمل احتلالها للأرض على أنه واقع، وتغير الواقع الاستاتيكفو الراهن التاريخي، تستعمل أيضا أدوات البلطجة من خلال الشرطة والقوات الخاصة وإضافة ما يمكن فعله، وتستعمل أيضا الدعم الأمريكي الخطير جدا لمثل ذلك. ولذلك نحن ندرك تماما أن الاحتلال إذا زالت عنه هذه الأدوات فسيرحل، وأنا أعتقد أن الاحتلال ولعل هو هذا التحدي الأكبر، وأن القدس إزالة هذه الأدوات من يد الاحتلال. شكرا جزيلا لوجودك معنا من القدس دكتور ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، شكرا لك. كشف استطلاع للرأي نتائجه صحيفة تايمز البريطانية أن 42% من البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء ثان حول النتيجة النهائية لمفاوضات البريكزيت. يأتي الاستطلاع غدا رفض المفاوض الأوروبي ميشيل بانييه بند التسوية الجمركية في خطة تشيكرز التي اقترحتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كأساس لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي قد اقترحت في خطتها إرساء نظام ضريبي مزدوج يحصل فيه كل طرف الضرائب للطرف الآخر. خطة تشيكرز تعيد تيريزا ماي إلى نقطة البداية، ومفاوضات البريكزيت تراوح مكانها. رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارني يرفض الخطة البريطانية للتسوية الجمركية ما بعد البريكزيت، والتي هي أساس خطة تشيكرز.
ويضع كذلك المزيد من العصي في عجلة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي القبول بتسليم تطبيق سياسته الجمركية وقواعده وجمع القيم المضافة لدولة ليست عضوا في الاتحاد ولا تتبع البنى الحكومية الخاصة بالاتحاد الأوروبي. رغم الرفض الأوروبي للرؤية الجمركية البريطانية، وزير البريكزيت دومينيك راب بدأ متفائلا حيال مستقبل المفاوضات. اتفقنا على اللقاء مجددا منتصف شهر أغسطس المقبل، وسنواصل محادثاتنا الأسبوعية لكي نزيل كافة العقبات التي تقف في طريقنا للتوافق على صفقة قوية في أكتوبر تصب في مصلحة الطرفين. في ظل صد الاتحاد الأوروبي المتكرر للمقترحات البريطانية، ما حاولت الالتفاف على المنظومة الأوروبية عبر التحاور مع الدول الأعضاء، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل، آخرها مع التشيك والنمسا والتي آثرت الوقوف بصف الاتحاد الأوروبي. موقف بريطانيا يزداد هشاشة، خاصة مع نتائج استطلاع جديد للرأي قامت به صحيفة التايمز تظهر تأييد الكثير من البريطانيين لإجراء استفتاء جديد حول أي اتفاق يوقع، وهي نتيجة متوقعة في ظل غوص حكومة ماي في رمال البريكزيت المتحركة والدخول في رهانات سياسية غير مدروسة. المملكة المتحدة تود الخروج من الاتحاد الأوروبي مع الاحتفاظ بأهم ميزاته الاقتصادية، فهي تود الحفاظ على المكاسب التجارية الأوروبية دون قيود جمركية، تناقض بريطاني يقابله حزم أوروبي، والنتيجة مفاوضات عقيمة وجعجعة إعلامية دون طحين. في الاستوديو معنا الأستاذ مصطفى كركوتي الكاتب الصحفي. أستاذ مصطفى، أهلا بك إلى الساعة الأخيرة. يبدو كبير المفاوضين الأوروبيين غير معجب أبدا بخطة ماي، ماذا يريد؟ بالتأكيد يريد أفضل ما يمكن للاتحاد الأوروبي في النهاية، لأنه لا يمكن كما يقال أن تقطع بريطانيا الكعكة وتأكلها برمتها، وبالتالي يجب التفاوض على شروط الانسحاب. أنت في عضو شامل ومتكامل لمجموعة من الدول، ليس من السهل الانسحاب من هذا التكتل بسهولة، وكذلك لا يمكن الدخول إليه بسهولة. فعمليا بريطانيا يجب أن تلتزم بشروط الانسحاب، لأن الانسحاب له شروط عمليا. تماما. وبالنفس الوقت الحكومة البريطانية تريد أن تنسحب بأفضل شروط، ولكن للمسألة جوانب سياسية. بالنسبة لكن لتيريزا ماي، تعتبر أن بلادها تدفع مبالغ مالية معينة مقابل ربما أمور لن تستفيد منها من الناحية الاقتصادية أو لن تبقى في هذه الاتفاقات، هل يريدون منها مزيدا من التنازل وأين سيكون حده؟ هذا ليس رأي تيريزا ماي فقط، هذا كان رأي جزء من الرأي العام الذي صوت في الاستفتاء قبل عامين للخروج من الاتحاد الأوروبي، تماما تحت هذه الحجة. الذين دعوا للاستفتاء رفعوا شعار لعلك تذكرين قبل عامين: بريطانيا تدفع للاتحاد الأوروبي كل أسبوع 465 مليون جنيه. طبعا تبين أن هذه كذبة كبرى، المبلغ كان مبالغ فيه كثيرا، وبالتالي هذا غير أو أثر كثيرا على الرأي العام لبريطانيا الذين صوتوا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لا أقصد الآن أيضا، يعني ترى أن بريطانيا تدفع ما طبعا عليها أو في الحدود التي يمكن أن تدفع بها، لكن إذا ما أريد منها أكثر، في أي وضع سياسي ستجد ماي نفسها سياسيا أمام حكومتها وأمام حزبها أيضا؟ ماي في ورطة كبرى. أولا داخليا داخل الحزب هناك منافسة قوية على زعامة الحزب. الأسبوع الماضي خرج اثنان من حكومتها، أحدهما منافس شرس
لزعامة الحزب وهو بوريس جونسون وزير الخارجية السابق. هذا واحد. الشيء الثاني، الشيء الآخر، هناك رأي عام بريطاني داخل الحزب وخارج الحزب الذين يقولون بهذه المقولة أننا ندفع كثيرا للاتحاد الأوروبي أكثر مما نأخذ منه. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو الاتحاد الأوروبي، الأوروبيون أنفسهم، لأنهم لا يمكن أن يتنازلوا كثيرا حسب طلبات الحكومة، الحكومة البريطانية الآن لتسوية الأمر. المسألة تحتاج إلى تضحية كبيرة من قبل بريطانيا بالدرجة الأولى، لأن الانسحاب عمليا سيعيد سيدفع الاتحاد الأوروبي لإعادة هيكلة كل الحسابات والعلاقات في المستقبل بين دوله وبينه وبين العالم الآخر أيضا. يتحدثون اليوم عن استفتاء جديد، هل هذا هو المخرج؟ أعتقد هذا هو المخرج، ويبدو هناك أن هناك تصاعدا متزايدا في تنامي هذا الرأي، الرأي العام، ليس فقط في الإعلام ولكن أيضا في الوسط السياسي. لأنه يجب أن نتذكر أنه عندما دعت حكومة ديفيد كاميرون السابقة قبل عامين للاستفتاء، لم يرافق هذه الدعوة عملية توعية لتوضيح للرأي العام الإيجابيات والسلبيات حول الانسحاب من الاتحاد. وهو ما استغله اليمين الشعبوي وقتها بالضبط. ولكن الآن بعد عامين من الاستفتاء، أنا بتصوري أصبح هناك وعي، صورة واضحة، صورة واضحة جدا حول سلبيات وعواقب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. الصورة الآن تبدو مختلفة، حتى بدت هناك شخصيات، غاري لينيكر المعلق الرياضي كرة القدم المشهور وهو عبقري في زمانه في كرة القدم، أصبح له ويب سايت ويغرد بشكل منتظم وله رأي عام واسع في البلد حول ضرورة البقاء في الاتحاد الأوروبي والدعوة إعادة الاستفتاء، لأن هناك بالفعل، يعني هل سيكون هناك إعادة استفتاء تمكن من البقاء في الاتحاد الأوروبي، أم أن خيارات أخرى قد يطرحها هذا الاستفتاء لسهولة وسلوسة سلاسة الخروج من التفاصيل الاتحاد بأقل أضرار؟ التفاصيل ليست واضحة الآن، ولكن فكرة إعادة الاستفتاء قائمة على أساس أننا أكثر وعيا الآن مما كنا عليه قبل عامين حول شروط البقاء وشروط الانسحاب، أو عواقب البقاء وعواقب الانسحاب. فبناء على هذه القاعدة تقوم هذه الدعوة لإعادة الاستفتاء. لكن أيضا يعني ألا يمكن أن يكون ذلك مدخلا لمأزق آخر كالتفاف على الديمقراطية التي يقدسها البريطانيون؟ ثم إن الاتحاد الأوروبي أيضا قد يرفض هذا الأمر، يقول إنكم اخترتم منذ البداية الخروج فتحملوا مسؤولية ذلك. لا أتصور أن الاتحاد الأوروبي سيكون منزعجا إذا ما أعيد الاستفتاء، ولكن الاستفتاء جزء أصلا من الممارسات الديمقراطية في بريطانيا وفي المجتمعات الديمقراطية أساسا. أضيف إلى ذلك أن هناك مؤسسات ديمقراطية ثابتة، عندك البرلمان، مجلس اللوردات، هناك مجلس القضاء الأعلى، وأيضا مؤسسات الاقتصادية والمالية. هناك يوميا في بريطانيا في لندن ما يسمى ب سيتي اوف لندن، وهي عبارة عن ميل مربع فقط فيها كل المصارف الوطنية والعالمية، لويد للتأمين، فيها البورصة إلى آخره. هذه المنطقة يتحرك فيها يوميا نصف 500 مليار جنيه استرليني. هذه هذه الكتلة الاقتصادية لها رأي، لها رأي في موضوع الاتحاد الأوروبي أيضا، سيكون رأيها مؤثرا جدا. شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات والتحليل أستاذ مصطفى كركوتي الكاتب الصحفي، كنت معنا في الاستوديو. مشاهدينا، في آخر إطلالات الساعة الأخيرة، القمر الدموي يدخل في ظل الأرض في أطول خسوف يشهده العالم في القرن 21. نشاهد هنا جزءا من لحظات خسوف القمر. هذا الخسوف شاهده الشغوفون بالفلك من رأس الرجاء الصالح حتى دول الشرق الأوسط. نازا وكالة الفضاء قالت إن الخسوف سيستغرق ساعة و42 دقيقة
57.